السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه رسميه من شركه واتساب، بامكانك انك تنقل الواتساب من هاتف اندرويد لاخر. طبعا هذا الطريقه تضبط على جميع العلامات التجاريه، سواء كان سامسونج او سامسونج، هواوي سامسونج، شاومي او شاومي، اي من مهم نظام اندرويد. كيف تنقل الواتساب الى هاتف قديم، الى من هاتف قديم الى الجديد؟ يعني لما اقول لك نقل الواتساب يعني نقل كل شيء، يعني كل النشاطات اللي تقوم بها داخل الواتساب، من ارسال واستلام واستقبال الرسائل، الفيديوهات، صور، اي شيء. يعني الواتساب بالكامل تنقل من هاتف اندرويد لاخر. كيف؟ الطريقه جدا سهل. تفتح الواتساب، هذا الواتساب جديد، ما الهاتف هذا جديد، ما في واتساب، اريد انقل هذا الواتساب كل المحادثات الى الجهاز الثاني، بس اضغط على هذا الثلاث نقاط بطريقة رسمية من شركة واتساب. راح اضغط على هذا الثلاث نقاط، ما اعرف ليش ما يضغط على هذا الزر. المهم اضغط على هذا الزر راح يفتح لك هذا النافذ. اضغط على خيار اعدادات، بعد ما تضغط على اعدادات اضغط على الدردشة او تشاتس لو كان لغتك بالانجليزي. اضغط على هذا الزر، بعد ما تضغط على هذا الزر انزل لتحت، هنا بتحصل خيار تم إضافتها من شركة واتساب اللي هو نقل الدردشة. هذا الخيار أيقونته بهذا الشكل، اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها راح بيفتح لك هذا النافذ، اضغط على بدء. بعد ما تضغط على بدء راح يفتح لك هذا النافذة، يعني تحديد الموقع، اضغط على موافق، حدد موقعك، يعني اضغط على السماح عند استخدام التطبيق. المهم هذا الخيار الأول، اضغط على المتابعة. اوكي، مباشرة فعل خيار الموقع. بعد ما تفعل خيار الموقع اضغط على الرجوع، اضغط على الرجوع. ما افهم شو ليش ما يضغط على هذا الزر. اوكي راح نفتح الواتساب. اوكي راح بيفتح لك هذا الصفحة، بعد ما تضغط على تفتح خيار الموقع مباشرة راح يفتح لك الكاميرا بهذا الشكل. اوكي الكيو ار يقول لك المسح ضوئيا للكيو ار لنقل الواتساب من جهاز الى اخر. اوكي بعد ما تفتح ابقى في هذا الصفحة. اوكي روح للواتساب الثاني، اضغط على اجري موافق، وحط الرقم الواتساب هذا الرقم الواتساب اللي موجود هني على الجهاز الجديد. بعد ما تحط الرقم اضغط على نيكست. بعد ما تضغط على النيكست انتظر ثواني راح يعطيك هذا النافذ، اضغط على يس. اوكي انتظر ثواني راح بيوصل لك كود، اذا ما وصل لك كود طبعا لازم تحط تضغط على هذا الزر. اوكي وتختار ارسال استلام الكود التفعيل عن طريق SMS او استلام عن طريق مكالمة. فانا سويت هذا محاولات كثيرة فالحين ما معطل، فراح اختار اجراء يعني وصول على الكود عن طريق اجراء مكالمة. راح يوصل لك مكالمة، الحين راح تستلم المكالمة فيها الكود التفعيل اللي راح تحطه هنا. اوكي راح توصل على الكود، ناس بيشوفون verification code. Press. الله ياخذك يا شركة واتساب، شوفوا أجرى مكالمة وسكر في وجهي. شوفوا لاحظوا الحين لازم انتظر 37 دقيقة مرة ثانية. طبعا راح بوقف 37 دقيقة وارجع لكم. اوكي يا شباب، بعد مرور وقت يعني انتظرت راح تفعل المود. الحين كيف؟ كل ما عليك انك تسوي مرة ثانية يعني تستلم كود التفعيل عن طريق مكالمة او SMS. راح اختار المتوفر اللي هو مكالمة، راح انتظر المكالمة اللي راح تجيني في هذا الجهاز، راح ارد على المكالمة واستلم الكود وحطه هنا. Your verification code is 458649. Your verification code is 458649. اوكي بعد ما حطينا الكود مثل ما تشوفون راح تظهر هذه الصفحه، يقول لك استلام البيانات من الجهاز الثاني،
تقول له تواف تضغط على كونتينيو متابعه وني راح يعطيك الباور كود هذا. راح تاخذ الباور كود راح تحطه في الجهاز، تاخذ الكيو ار هذا الجهاز الثاني وتقرا الكيو ار. اوكي بعد ما تقرا اوكي انتظر ثواني راح يقرا الكيو ار هذا وراح ينقل البيانات من هذا الجهاز القديم الى الجديد بطريقه مضمونه 100% يا شباب. تنتظر لين ما يقرا يسوي الخطوات القراءة اوكي لين ما يبحث عن الجهاز هذا. اوكي هني يقول لك توافق، اضغط على هذا الزر، هذا الزر اوكي مباشرة. انتظر ثواني اوكي مباشرة تم القراءة الكيو ار. الحين طبعا هذا العملية ينقل البيانات ياخذ، اذا كان بياناتك كل ما يكون بياناتك اكثر كل ما ياخذ وقت اكثر، فلازم يكون الجهاز فيها الشحن 100% حتى ما ينقطع في نص الطريق. اوكي اضغط على تم، خلاص تم النقل، اتمام الاعداد للهاتف، خلاص اضغط على نيكست وحط اسمك واضغط على نيكست مباشرة. انتظر ثواني اضغط على السكيب، يعني هني يقول لك تريد تضيف ايميل في الواتساب، اضغط على السكيب وانتظر ثواني لين ما يرجع المكالمه المحادثات كلها البيانات الخاص بك في الواتساب مباشره في الجهاز الجديد. وبس يا شباب هذا هو، تم نقل كل المحادثات اللي في هذا الجهاز على الجهاز الثاني. ناس ما تشوفون كل المحادثات موجوده. وبس يا شباب اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. وبس مع السلامه يا شباب. هذا هو اصل طريقه رسميه من شركه واتساب وأجهزة الأندرويد لنقل البيانات الواتساب من جهاز أندرويد لآخر، ويدعم جميع العلامات التجارية. وبس يا شباب مع السلامة.